اهلا وسهلا اهلا وسهلا، الشقه نورت خطوه عزيزه. اهلا اهلا، معلش بقى الشقه مكركبه، معلش. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك، اتفضلي يا نور. سمعتمت؟ قول لي يا اخويا، سمعتمت؟ ايوه يا فندم معاك. اخر مره الشقه دي اتبيضت امتى؟ اتبيضت والله يعني متهيألي من مده طويله، مش فاكر بصراحه، لكن هي الظروف بس ما كانتش مناسبه ان انا يعني اعمل الموضوع ده، لان انا امي الله يرحمها كانت مريضه وكانت ملازمه الفراش على طول. اتاري الشقه ريحتها معرض والحيطان باينها كده شربت الريحه، قصدي يعني مكمكمه. طب اتفضلي حضرتك، تعالوا نوره، بصي على اوضه النوم شرحه وبرحه. اتفضلي اتفضلي، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. سمعتمد، هو انت يا اخويا ما بتفتحش الشبابيك دي خالص؟ اصل انا حضرتك اغلب الوقت في الشغل، فيعني برجع من الفندق على الورشه. طب اتفضلوا بصوا كده، بص على اوضه النوم. اتفضلي يا نور، اتفضلي، اهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. واسعة نورة. مش عايزة يا بنتي تشوفي حاجة تانية؟ المطبخ والحمام دول أهم حاجة عند الست. طبعا، اتفضلي اتفضلي. هو فين؟ شمالك. أهلا وسهلا. أهلا بك يا ابني. اتفضلي خدي فكرة ست الكل. ماليش لزوم يا ابني، المهم نورة تشوف. اهلا وسهلا. اهلا يا ابني. هو يمكن حضرتك المطبخ اكتر حاجه في البيت تكون متبهدله، ده يعني عشان قله الاعتناء، لكن البركه فيكي بقى يا نوره. ونوره هتعمل ايه؟ الشقه دي ما تنفعش للمعيشه ولا للعشره الطيبه ابدا. الشقه دي عشان تبقى شقه بجد، الحيطان دي كلها لازم تتفور وتنزل على الارض، وعفش جديد وارضيه جديده. ممكن، بس انا متهيألي ان هو محتاج يعني شويه صيانه. صيانه؟ تقصد ازاله؟ نوار جرى ايه يما؟ ما انت شايف الشقه قدام عينيك اهو. يوه، بعد اذنك يا ابني. طب الحاجه الساعه اتفتحت. ده زي ما يكون دفن امه اللي ماتت جوه الشقه يما. حسره عليا، الوانة اللي زهقت من ريحة الفانيليا والسكر والسمنة. يا بت، الواحدة عايزة راجل مش شقة. وعزة جلال الله. بس وطي صوتك، احنا في الشارع. لا، هتفرج علينا الناس. وعزة جلال الله يا ماما، ده لو كان ظابط وعلى كتفه نسر، ولا كان طيار وعلى كتفه اربع شرايط، ولا كان مهندس بجد مش فني تكييف، ويقول لي عيشتك هتبقى في المقبرة اللي احنا كنا فيها دلوقتي دي، اقول له برضو لا. طب ايه اقولك بقى؟ ان عاطف كان عنده حق. اللي يعيش في شقه زي دي ويكون فرحان ومبسوط بالشكل ده، ده لا ممكن يكون بني ادم عيد الابد. اكيد في عيننا. حصل اعتراض على الشقه؟ الموضوع شكله مش هيتم رشوه، طلعالي في العالي قوي. عايزين اهد الشقه واعملها من اول وجديد، عفش جديد بقى وافور المطبخ. هو انت هتتجوز عزبه ولا ارمله ولا اكبر منك في السن علشان ترضى باللي موجود؟ دي بنت بنوت ونواره، نواره اللي انت ماسك فيها ومتبت. ما انا يا رشوان لو عملت الموضوع ده يبقى محتاج بحر فلوس. اذا كانت ظروفك ما تسمحش دلوقتي اجل جوازك لبعدين لغايه ما ظروفك تبقى تسمح. ما اقدرش. ليه؟ مالك يا معتمد، في ايه؟ يا اخي الكريم، انا بحتلم كل ليله. بارك الله. حتى بعد الاحتلام الشيطان بيوسوس لي بحاجات تانية. أعوذ بالله، اغتسل وتوضأ وصلي وعليك بالصوم. بعمل كده بس. بس ايه؟ المفروض ان الاحتلام ده بيهدئ من ثورة جسدك، والصلاة ترطبه، والصوم لك وجاء. ما بيحصلش.
ما بيحصلش. لا انا مبلغ امرك ده لسيدنا الشيخ شفيع، يمكن يقدر يوفق. يا ساتر، ده انت حالتك حاله كل ليله. ده انت موجك عالي قوي. انا عارف يا ست نعناعة. طب اسال عليها. هم دول برضو بتسال عليهم؟ اسال عليها انا. امور يا ست هانا. بقول لك ايه والنبي، تحت امرك. عايز اقول لك على حاجه. كان في بنت بتبيع فرل هنا، ما شفتهاش؟ اه دي مبسوطه. هي اسمها مبسوطه؟ اه هي اسمها كده. طب امال هي فين؟ لا معلش بقى، هي اصلها النهارده يا ست هانا فاكانس. فاكانس؟ اه. يعني ايه فاكانس؟ فاكانس يعني عطلة رسمية. عطلة رسمية. اه من اذن. ايه يا عم فوزي؟ انا عارف مكانك شغالة يا ست نعناعة. ايه رأيك بقى؟ انا مش رايحة الفرح بتاع النهاردة انا كمان. انا كمان فاكانس. ليلتك فل على الطوفة. جايب لك معايا زباين. رزقهم كان حلو وزي الفل الحمد لله الليلة. فكانوا عايزين يتعشوا كفتة. قلت لهم بلاش الكفته عشان هتجيب لكم حموه على الصدر. ها حموه، فقلت عشيهم بسبوسه. ده هو يا عم. لا شبه وبس يعني. ده يبقى وصل يا صاحبي وعدى الفلنكات. الله جرايه يا عم عاطف، مالك ساكت ليه كده؟ ما تقطع البسبوسه. بقول لك ايه، اعمل لكل واحد فيهم طبق قصير. رجب خد اصحابك وعشيهم بره، هم اتفرجوا على الصوره. جيب من الاخر، عايز ايه؟ حاجه بسيطه خالص. انول الشرف زيك. مش فاهم. صورة حلوة كده زيك مع الكابتن وكام لعيب من اللعيبة، يعملوا بردك للواحد ايه مع معاطف. ماشي يا فرخ، سيبني بس اتقرب من الكابتن واللعيبة ونتصرف في كاميرا تخصنا. ماشي يا عم، قرب انت من الكابتن براحتك وسيب موضوع الكاميرا ده عليا. يعني ما قلتش حاجة.